وبداية حلقتنا سلمى رح نحكي فيها عن فصل الصيف يلي بتكتر فيه المشاوير والروحة على المسبح وتعرض لأشعة الشمس، يمكن أوقات بتكون الطريقة غلط بينتج عنا حروق ومشاكل كتير كبيرة. كيف نقدر نحمي حالنا من الحروق اللي بتنتج عن أشعة الشمس، وحتى أطفالنا كيف بنقدر نحميهم؟ كل هاي التفاصيل رح تحكي لنا عنها دكتورة وهيبة سليماني. سعد صباحك دكتورة، أهلا وسهلا فيك. سعد صباحك بخير إن شاء الله. صباحك واهلا وسهلا فيكي دكتوره. يعني بفصل الصيف اكيد كلياتنا بنتعرض لاشعه الشمس بفترات مختلفه من الوقت، كيف بنقول انه هذا التعرض ادى لحرق ولا هو تعرض عادي طبيعي؟ خلينا نحكي شوي، نفرق بين حروقات الشمس وبين التعرض الطبيعي. التعرض الطبيعي هو انه مثلا طلع الواحد مشوار طبيعي 10 دقائق ربع ساعه ماشي الحال، واهم شيء ما يكون في فتره انه بين مثلا الساعه 10 للساعه 5، خاصة إذا كان من ذوي البشرة الفاتحة. فإذا تعرض وخاصة فجأة إنه ما كان عم يطلع ابنه وطلع فترة الظهيرة من إلا، فممكن يحترق. الحرق طبعا في عندك عدة درجات للحروق، ممكن درجة أولى يكون أحمر بشكل خفيف، حمامة خفيفة، فهي ممكن شوي شوي بتروح. نحن بنخاف وقت يكون الحرق صار درجة ثانية وممكن ثالثة. هلا كثير عم يجونا بيروحوا على المسابح على البحر ما بيحطوا واقيات شمس، او بيحطوا واقيات الشمس بس الواقي هو ما راح يقي 100% اكيد شو ما كان نوعه. مثلا ما بيلبسوا الطاقيه، ما بيلبسوا ملابس فاتحه، بيتعرضوا بيقعدوا ساعه وساعتين وثلاثه، فهدول اكيد راح يحترقوا. والحرق تبع الشمس يعني هو ممكن كمان التاثير تبع اشعه الشمس تراكمي. في عالم من هن وصغار، من هن واطفال، اهلهم بياخذوهم على المسابح بيتعرضوا للشمس كثير، فبصير عندهم حروق. ومو بس الحروق اللي عم تصير دغري، مع الوقت تتراكم هالتاثير لاشعه الشمس على الدي ان ا، ممكن يصير تقرانات شمسيه، ممكن يصير تصبغات، ممكن بعد فترة يصير حتى سرطانات جلد. فالشمس اللي احنا بنحبها كثير هي بتعطي المزاج الحلو، بس كمان بدنا فيتامين د، بس مو معناتها انه نتعرض بدون ما نكون عاملين الحماية المناسبة لها. لأنه الشمس مثل ما بنعرف هي أشعة الشمس في عندنا ثلاث أنواع من الأشعة. في الأشعة فوق البنفسجية هي المسؤولة عن الحروق، عن تصبغات، سرطانات جلد. في عندنا اليو في اي واليو في بي، طبعا في عندنا سي ما بتجي بسبب الأوزون، بس طبعا هلا صارت تجي بسبب التلوث. وفي عنا الضوء المرئي هو الضوء اللي بنشوفه، وفي عنا الأشعة تحت الحمراء هي اللي بتعطينا حرارة. فأحيانا واحد بيكون قاعد بالظل فكر حاله إنه ما في، ما عم تجي الشمس، بيقعد ساعتين وثلاثة وأربعة، فلا هو صح في عنا غيم محجوب الأشعة الحرارة، بس هو عم ياخذ الأشعة فوق البنفسجية وممكن يحترق. خاصة الشقر الفاتحين بدهم يديروا بالهم، ليس ما اول مثل على حرق الشمس لازم نصورها. دكتورة كثير بنسمع عن انواع الحروق يلي ممكن تصيب الاشخاص، ممكن اوقات تترك ندبات حتى، خلينا نعرف شو هي انواع الحروق، كل نوع كيف بنتعامل معه وشو هو العلاج المناسب له. مثل ما قلنا الحروق البسيطة انه احمر خفيف ماشي الحال، علاجات بسيطة، اهم شيء ممكن نحط كمادات باردة، ممكن نحط مراهم بوصف الطبيب، نشرب سوائل كثير، اهم شيء نحن نكون على المسبح والبحر نشرب سوائل كثير، ودغري بس نطلع من المسبح او البحر دغري ناخذ دوش مي لو بارده مشان نغسل اثار الكلور، لانه كمان الكلور وحتى المي المالحه كثير بتاثر. فنحن الدرجه الاولى ما مشكله، بس متى ما صار درجه ثانيه بيبدا مثل حويصلات صغيره، ممكن تصير فقاعات، ممكن حروق مثل الحروق اللي بتسببها المواد الكيماويه او الحرق الغاز، يعني حرق الشمس. وخاصه بنخاف انه بس يكون مساحات واسعه، فمتى ما صار درجه ثالثه ممكن انه هالفقاعات انه يوصل الحرق حتى للطبقات العميقه من الجلد، وممكن احيانا للعظم، ووقتها ممكن نحتاج للمشفى. وهي اكيد ممكن تترك ندبات اذا ما دغري عالجناها. انتبه كثير كمان من ضربات الشمس، انه وقت عم نتعرض بسرعه ما عم ناخذ سوائل، ما عم نحمي حالنا، بصير صداع، غثيان، اقياء. فدغري المريض نعطيه سوائل منطعمي وناخذه على محل بارد ونبدا بالعلاج فورا، لانه كله له بعدين تاثيرات على المدى البعيد كمان. طيب دكتوره مثل ما حكيت يعني في كثير مننا اشخاص بيحط واقي شمسي او بيحط زيوت معينه، وكل شوي يعني مثلا كل ساعتين او كل ثلاث ساعات بيرجع بيحط واقي شمسي ومع هيك بيحترق وممكن يكون الحرق قوي. طيب شو الحل؟ هلا الواقي بيقي، اسمه واقي شمسي، ما بيمنع ابدا. فنحن مو معناتها نحط واقي وانه نفكر حالنا مرتاحين، خاصة إذا متعرضين أول مرة رايحين على ما كنا نتعرض، مثلا ما لابسين ملابس إنه فاتحة أو إنه معرضين جلدنا للشمس لفترات
تدريجية، فوقتها بدنا نحترق لو حطينا الواقي أكيد هو بيخفف كتير. للأسف في كتير عنا واقيات شمس يعني ما أنا مدروسة، حتى ما لازم نحطها دغري على سطح الجلد، لازم نحط مطريات، خاصة الواقيات الكيميائية. والواقيات الشمسية في عنا فيزيائي وكيميائي. فيزيائي صح صواغه ما كتير حلو بس بيحجب أكتر، وما في مواد بتكون عم تتعامل مع الجلد، عم يصير عنا تفاعلات كيماوية مشان تحجب الأشعة. فندير بالنا كتير الواقي بده يكون، مو انه دعاية ناخده من جارتنا او على الفيسبوك، انه هلا بده يكون نعرف شو المواد فيه، اكيد الطبيب هو بيوصف لنا اياه. هلا في عنا سباق على عامل الحماية SPF طولك 90 و80، لا نحن عالميا يكفي بين 30 لل50 اذا كان مدروس وفي يحمينا من الاشعه فوق البنفسجيه A وB. الA هي الطويله، الاشعه الطويله فوق البنفسجيه اللي بتخترق الزجاج، بتخترق ممكن كل شيء، بتوصل للطبقات العميقه من الجلد. الB هي السطحيه، هي اللي بتساوي لنا الحروق. اما الA هي اللي بتنسال بعدين عن التصبغات وحتى عن الابراض شيخوخه الجلد وال حتى الامراض السرطانيه اللي ممكن كثير نشوف اورام سرطانات الجلد، بعضيه الخلايا، شائكه الخلايا، وحتى ممكن الميلانوما، الوحمات اللي عندهم شامات كثير كثير بنقول لهم ديروا بالهم من الشمس. دكتوره كمان بالنسبه للاطفال يعني بفصل الصيف والروحه على المسابح، شو هي الواقيات خلينا نقول يلي ممكن تحميهم؟ كل قد لازم نجدد الواقي الشمسي؟ كمان بالنسبه للاشخاص البالغين والكبار بيقدروا الاطفال يستخدموا نفس النوعيه او في نوعيه مخصصه؟ هلا يعني الواقي اذا كان جيد ممكن يستخدموه، طبعا في واقيات خصوصيه للاطفال انه ما تكون صواغه مزعج للطفل. الواقي مثل ما قلتوا بده ينحط كل ساعتين، بيجي دعايات انه واقي الشمس بضل 24 ساعه، ما في هيك شيء يعني متى ما عرق، وما بدي انا شيء اصلا يسكر الجلد 24 ساعه، فلازم نحط. وان الواقي بيقي فدائما هو ما نو مانع ابدا، فبدنا ننتبه ما نسبح قبل الساعه 5 6 معلش، وحتى انه بين الساعه 10 لل4 5 نحاول قدر الامكان اذا سبحنا دغري نقوم نغسل، نلبس ثياب فاتحه اللون الابيض بيعكس الشمس، مو نلبس اسود. دائما نحط طاقيه، نقعد بالظل قدر الامكان، ونحاول انه نحط الواقي كل ساعتين ثلاثه، وتعرض تدريجي. يعني اول يوم مثلا رحنا على البحر نقعد نص ساعه ساعه مو اكثر، خاصه الاطفال، انه الاطفال سطح جلدهم واسع بالنسبه لوزنهم، فبياخذوا كثير الاشعه فوق البنفسجيه وممكن يصير عندهم حروق اكثر. فننتبه كثير، دائما طاقيه معنا، الملابس الخاصه بالبحر، نغسل دائما دغري وقت نطلع من المسبح او البحر، وحتى الافضل انه قبل ما نفوت حتى على المسبح والبحر، يعني اذا اخذنا دوش مي انه ما تكون فيها كلور او شيء بيساعد انه يترطب الجلد. ولا ننسى دائما نحط مرطبات قبل واقي الشمس عشان ما يجي الواقي دغري على سطح الجلد، ومتى ما صار الحرق اكيد بدنا نتوجه للطبيب، ما نعالج حالنا بحالنا، والا اذا كانت درجه عميقه بده يصير عندنا ندبات وبدنا نعالجها مثل الندبات اللي بتصير بالحروق العميقه. طيب دكتوره، في ناس كثير بعد ما بترجع من البحر او المسبح بصير معها حروقات بتبلش تستخدم المرممات الجلديه اللي هي مرطبات عاليه اللي معروف اسمها التجاري بالبانتينول وغيرها، وخصوصا اذا عندهم حصيات مثل ما قلتي فيها سائل او مي، هل هذا يعتبر علاج صحيح؟ لا اكيد ما، متى ما صارت الحروق فيها عبت مي فخلص ضروري جدا توجه للطبيب. فممكن ناخذ خاصة إذا هالحويصلات أول شيء بتكون رائقة بس بعدين ممكن تلتهب، ممكن نضطر لأدوية التهاب، ناخذ مضاد وزمي، ممكن الجرح الحرق إذا كان مكان مكشوف مساحة قليلة ممكن نتركه مكشوف، أما إذا مساحات واسعة بده يتغطى وأكيد تحت إشراف طبي. فما نستهتر أبدا لأنه ممكن يصير ندبات، ممكن يصير تصبغ، والتصبغ اللي بيصير ممكن يصير عميق، ممكن يصير نقص تصبغ، لانه نحن الاشعه فوق البنفسجيه عم تساوي لنا طفرات بالخلايا الجلد، فممكن هي الخلايا ما تعود تعرف حالها، تؤدي لتكاثر مانو نظامي، يصير عندنا التقرانات الشمسيه البقع، الشامات الشيخيه اللي بنشوفها كثير خاصه بشرتهم فاتحه، وبمراحل متاخره ممكن يصير حتى سرطانات جلديه. ما علينا نخوف العالم مشان، مع انه الشمسيه كثير جيده لمشان فيتامين د، بس مو معناتها انا بدي احرق حالي. يعني نحن كثير بلادنا مش مساحه، حتى لو ما رحنا للبحر عم ناخذ الكميه الكافيه، ومع ذلك بنشوف احيانا في نقص فيتامين د، ما علينا ممكن نعوضه ناخذ المتممات اللي بتحوي فيتامين د، بس بعد معاييرته لفيتامين د ونشوف اذا في حتى بنشوف دكتوره كثير من الاشخاص يمكن بيستعيدوا عن الواقي الشمسي، يمكن بيزيد ببعض الكريمات لحتى يكتسبوا لون البرونز، لون الشمس اللي هو معروف بي يعني أصل. هو علميا نحن ما بنحبهم للاسف، ما بدنا، نحن بنفضل اذا بدنا ناخذ برونزاج
خفيف طبعا يكون تعرض تدريجي، نحط الواقي، الواقي مو بيمنع انه يصير برونزاج، لا هو بيخفف تاثير الشمس حتى ما يصير التصبغ المانو مزبوط، فتدريجي فبناخذ البرونزاج. شو رايك دكتوره بهي الزيوت اللي ممكن هي تعمل تصبغات اوقات على الجسم؟ البعض الكثير من يمكن هلا كثير بحطوها بس نحن اكيد ما بنحبها، هي والسولاريوم اللي هلا للاسف كل شبابنا وشاباتنا جلسات انه بيروحوا بدل الشمس بيروحوا على السولاريوم صيف شتاء، فهذا مؤذي اكثر من الشمس. كمان دكتوره تاثير السولاريوم اللي يمكن كثير مننا ما بيعرفه، وكثير مننا يمكن عنده ادمان على حاله السولاريوم نتيجه اللون الحلو اللي بيعطينا اياه يمكن بسرعه وبدون ما نحتاج انه نروح بحر او نروح مسبح. خلينا نحكي عن هذا الموضوع بالذات. السولاريوم له تاثير يعني سيء مثل اشعه الشمس وممكن اكثر لانه عم تكون جلسات مكثفه، فرجاء انه نفضل ما بنروح. بتقولوا لي ايه معبى في مراكز وفي كله، هي شغلات تجاريه ومو منصوح فيها بنوم. نحن في اجهزه علاج بالاشعه فوق البنفسجيه نعالج فيها امراض بهق صدف، بس مو انه جلد الطبيعي نحن بايدنا نروح نخليه يصير في تصبغ، يصير في سرطانات جلديه، سيخوخه جلد، فهذا يفضل ابدا. يعني ممكن يعمل سرطان طبعا، بيساوي مثل اشعه فوق الشمس واكثر. طيب دكتوره كمان يعني بنلاحظ انه اللي اشعتهم سمراء بيكون مهما تعرضوا للشمس تاثير الشمس عليهم اقل. اكيد. وحتى لما بياخذوا لون بيسمروا كثير، يمكن ما بيصير هذا اللون الاحمر. مزبوط. او الحرق الاحمر، ولكن ايضا هن معرضين ولازم يحطوا واقيات شمسيه. يعني السمر كثير يعني جلدهم بيحميهم، يعني بنلاقي مثلا السود اللي بافريقيا فعندهم خلايا صباغيه، هي الخليه الصباغيه هي خليه لها استطالات عم تعطي الصباغ الميلانين، هالصباغ وقت عم يروح على الجلد عم يحمي، فهن بالاصل محميين. يعني السمر الغامقين كثير، بس طبعا معلي لو حطينا واقي يكون ما درجته قويه ممكن، بس نحن اكثر شيء بنخاف من انماط الجلد واحد واثنين، هدول اللي فاتحين كثير اللي باوروبا هدول شافوا الشمس وبيطلعوا دغري، فهدول بدهم يحترقوا كثير، اما اللي بشرتهم سمراء بالاصل فهن عندهم حمايه طبيعيه من الشمس، فما بيصير عندهم الامراض اللي والحروق اللي بتصير عند البيض اللي بشرتهم فاتحه، لعيونهم فاتحه، لشعرهم احمر، هدول كثير بيصير عندهم حروق وتاثيرات جانبيه للشمس. كثير بنشوف كمان دكتوره اوقات حاله او رده فعل الجسم نتيجه حروق الشمس او ضربات الشمس ممكن ما تجي بنفس اللحظه الثانية، كيف نقدر نفرق بين يمكن الاعراض الطفيفه اللي نقدر نحن نعالجها بالبيت ويمكن تجيب نتيجه فعاله وبين الحالات اللي بتستدعي فعلا لمشفى؟ هلا اكيد مثل ما قلنا اذا حمامه خفيفه ما فيها الوجع الكثير ماشي، ممكن مطريات عاديه، كمادات بارده، نشرب سوائل يمشي الحال. نحن بننتبه كثير احيانا بيصير اكزيما من الشمس، مثلا وحده بتحط عطر وبتطلع مواد، مثلا حتى الشعر ممكن يكون عاملين له صبغه كذا، كله هذا بيحترق لانه بصير تفاعلات بالمي، ميه البحر او ميه الكلور كله مع اللون بغير لونه، فكله ممكن ياثر. فنحن وقت ممكن يصير عندنا اكزيما غير الحرق، مثلا حطينا المواد العطريه العطور حطينا، فممكن يصير عندنا اكزيما غير الحرق، بيصير كمان عندنا حويصلات، بكون حكه، اعراض ممكن تشبه كثير الحرق. هو الطبيب بده يميزها، فمثل ما قلنا متى ما صار عندنا حكه، تعب عام، والم، فاكيد لازم نشوف الطبيب لانه لازم علاج سريع حتى ما يترك ندبات وتصبغ على المدى البعيد. صحيح. يعني بنتمنى الكل يكون استفاد اليوم من فقرتنا ومن النصائح اللي قدمتيها. شكرا لك دكتوره وهي. شكرا لك، كل سنه والجميع بخير ان شاء الله. وانت بخير دكتوره. شكرا لك.